وسط مجمع تجاري انقطعت عنه الكهرباء وأقفلت معظم المحلات، يتحول مقهى يونس هنا إلى مقصد لطلاب الجامعات والموظفين. ساعات طوال يمضيها رواد المقهى هنا، فهو يوفر الكهرباء والإنترنت في ظل غيابهما عن مكاتبهم أو بيوتهم. نأتي مرتين أو ثلاثة في الأسبوع لحضور صفوف جامعة عن بعد، لأن لا إنترنت في مكان سكننا، والأساتذة يفضلون التعليم عن بعد. بات الطلاب والموظفون أيضا في ترحال دائم عن أماكنهم المعتادة. رزق موظف يرتاد المقهى هذا يوميا ويقضي فيه ما يقارب 8 ساعات، عدد ساعات وظيفته التي يعمل فيها عن بعد. الكهرباء، في شوي كهرباء هون أكثر من اللي بتجي بالبيت، وهي ضرورية بالنسبة لي مشان الشغل على اللابتوب. الانترنت كمان عندهم فري واي فاي، واللي هو أنا عندي تحميل كتير على النت. حولت الأزمة الاقتصادية والانقطاع شبه الدائم للكهرباء عددا من المقاهي إلى مكاتب يمضي فيها الناس ساعات طويلة مستفيدين من خدمة الانترنت المجانية. اضطرينا نحن نزيد كهرباء من عنا، يعني نجيب اكسترنال اشتراك من لهون لنرجع نزيد العالم ترجع تجي لعنا، وهذا الشيء لقينا منه شيء ايجابي، يعني مقارنه انه قبل كيف كانت العالم ما كانت تجي رجعت بلشت تجي لعنا. بدلت الازمه كل المفاهيم والعادات، وبات المواطنون يبحثون عن افضل وسيله للتغلب على الازمات المتلاحقه هنا. محاولات متعدده للصمود والعمل في اوضاع مستجده كالتي تعاش هنا. جيس الحشخوري، العربي، بيروت.